لأننا النص الحلو بنحب يكون كل شيء فينا حلو، شعرنا، بشرتنا، كله على بعضه حلو. وضيف النهاردة الأستاذ أحمد لطفي خبير التجميل، هيتكلم معنا عن أسرار العناية بالبشرة والشعر. أهلا بك يا فندم، منور. أهلا بحيك يا فندم، وحشتنا والله من المرة اللي فاتت. مرسي وذوقك. زي حضرتك؟ الحمد لله تمام. عامل إيه؟ الحمد لله. النهاردة بقى احنا شفنا المره فاتت التركيب الاكستنشن، تركيب الشعر، وناس كتير جدا كمان كلمت على تركيب الشعر، فالنهارده برضو هناخد حيز على تركيب الشعر تاني، نعمله تاني. ففي ناس كتير قوي طالبه ان هي تشوفه، فاحنا هنبدا النهارده بس بتركيب الشعر. الساده المشاهدين يشوفوا طريقه تركيب الشعر. لو الكاميرا تجيب الموديل معانا، بيبتدي علي يركب خصله التركيب الشعر. هي طبعا شعرها بلون، بس عامله خصله لون مختلف عشان تبان للساده المشاهدين بس. فكره تركيب الشعر، في طبعا شريحه كبيره جدا بتركب شعر، بتحتاج ان هي تركب شعر، سواء الوزن شعرها او طول شعرها، عايزه تعمل اختلاف في الوزن او في الطول. فتركيب الشعر الليزر ده افضل انواع التركيب في العالم، اللي هو احدث طرق بيخلي شكل الشعر كمان طبيعي جدا، ما بيبينش شكل الشعر ان هو متركب تمام. ولا جزء يحط ايده على دماغه يلاقي كل كيعة طالعة، ولا اي حاجة خالص. لا يعني انا بجد انا مبسوطة قوي. مشاهدين كتير جدا من الفقرة اللي فاتت مع حضرتك، ما شاء الله البرنامج متشاف بقوة، ففي ناس كتير قوي علقت قالت احنا ما شفناش، احنا عايزين، مش كل الناس دخلت على السوشيال ميديا يشوفوا الحلقة، فبنعملها تاني عشان السادة المشاهدين ما شافوش المرة اللي فاتت. تمام. بالنسبه للعلاج الشعر بقى هو الاهم بالنسبه لي. طب عايز اسال سؤال بس في التركيبات يا استاذ احمد، بعد اذنك. هل ينفع ان يعني واحده شعرها قصير برضو ممكن تركب وتبقى بس يعني يكون الطول 10 سنتي، من بعد 10 سنتي تقدر تركب شعرها، تقدر تركب يعني شعر. قصير يعني، لو واحده شعرها قصير جدا تتقله بس يعني. لا تركب وتطول شعرها عادي جدا، ما فيش اي مشكله. 70 80 سنتي كطول، فما عندهاش اي مشكله ان هي تركب الشعر. تمام. طبعا كل الناس بتركب مش عشان حاجه غير ان هي بتضيف لجمالها، او عندها مشكله، عندها نوع من انواع الصلع الوراثي او الفراغات، او في اي مشكله عندها شعرها ما بيطولش. في ناس كتير جدا شعرها خفيف محتاج ان هي تركب شعر، فالشريحه دي لازم تتكلمي عليها كل مره في جزئيه ان اهم حاجه تركيب الشعر، عشان في ناس لسه بتركب اللي هي الكليبس واللزق والحاجات القديمه دي. حاجات فظيعه، حاجات مؤثره جدا على الشعر، وبتبان طبعا بيكون شكلها مش طبيعي. ده بالنسبه لتركيب الشعر. بالنسبه للالوان الشعر، الناس كتير جدا بتكلمك على موضه الشعر، هي ايه الالوان الموضه؟ مفيش حاجة اسمها ألوان موضة، على قد ما في اللي يليق عليكي إيه. تمام. يعني لو هنيجي نقول مثلا واحدة بشرتها خمرية أو صمراء، أو فما ينفعش تعملي لها أسود خلاص تغمقيها، يعني هي أغمق شوية من السمار. فهي غامقة أوريدي، بشرتها غامقة، ما ينفعش تعملي لها أسود أو تسيبي شعرها أسود أو بني غامق، فهتقفليها تماما، هتبقى مقفولة. لما تيجي النهاردة السيدة تروح تتصور مثلا، هي بشرتها غامقه، لو تخيلي لو حطيت لها الستاره اللي وراها سودة، فهتلاقيها مقفوله. صح. فلازم حاجه نبيتي، حاجه نبيت، حاجه تنور. حاجه فيها حمار، حاجه تظهر بشرتها. فلذلك بنقول ان السيده اللي بشرتها غامقه، زي مثلا بيانسي بره، الناس اللي بشرتهم غامقه تلاقيهم بيعملوا الوان فواتح تكسر الدرجة دي، مع ان احنا بنستغرب هنا جدا يعني، واحنا اللي هي سمر قوي وعاملة شعرها بلوند. ما هو ده كويس. ده دلوقتي بتعمل يعني، بس عارف يعني، بس مش درجة بلوند يعني، سمر قوي وبلوند بتكون قوية، صعب شوية. واللي بشرتها فاتحة برضو تعمل الدرجات اللي هي عشان ما تبقاش بيل، ما يبانش سنها كبير. لازم تعمل درجات برضو، غوامق مش بلوند. او لو عملت بلوند تعمل بلوند في الاطراف، تسيب الروتس غامقه، جزء مثلا 5 سنتي من جوه غامق عشان يعمل بس توازن لبشرتها، ما يبقاش لازم تعمل مكياج على طول. لو بشرتها فاتحه مع شعر بلوند، صبح ظهر بالليل لازم مكياج، ما ينفعش تنزل طبيعي. هنتكلم برضو عن علاجات الشعر اللي هي تنشيط البصيلات.
في منتجات اللي هي تنشيط بصيلات علي بيعملها دلوقتي دي. قولينا يا علي بتنشط ازاي؟ في امبولات اللي هي البروتين والكيراتين، مش الكيراتين اللي بيفرد الشعر، الكيراتين اوريدي من مكونات الشعر الطبيعي. فده بيتحط للبصيله نفسها بيعمل تنشيط للبصيلات، بيخلي نمو الشعر اسرع من معدل الطبيعي مثلا 3 سم في الشهر، وبيعمل للفراغات بيملى الفراغات. بس الشعر اللي هو في بصيله، بس بصيله خفيفه مش حاجه بتلمع، يعني الجلد طالما لمع مفيش اي بصيله فيه بالظبط. فهنا بنعمل ايه؟ بنعمل تنشيط البصيلات، بتعملي سمك للشعر كمان. يعني فعلا دي بتفيد؟ بتفيد جدا جدا. بس طبعا في منتجات كتير قوي فعاله، وفي منتجات الاغلبيه ما بتكون اللي هي الحاجات البدائيه ما لهاش اي قيمه تماما. في بعض المنتجات موجوده في الاسواق العربيه عموما، مثلا عباره عن كبسولات. كبسولات دي الوحيده اللي بتعمل نمو شعر، دي بتتباع اوريدي في مصر، طبعا مش هقول اسمها بس ناس عارفه انا بتكلم على ايه. دي مش بتختار يا مدام هاله تطلع شعر فين، يعني هي بتعمل وزن للشعر، هو منتج الماني اوريدي، فبتيجي تلاقي ان هي بتعمل معدل نمو الشعر في الجسم كثافه وغزاره، وبيعمل سمك للشعرايه، تلاقي الرجلين او الايدين او البشره، بتلاقي بعض السيدات عندها شعر سميك. دي من منتجات تنشيط الشعر اللي هي بتتاخد عن طريق الفم. دي طبعا مش مستحبه تماما، ما حدش يستخدم المنتجات دي عشان كمان بتلعب في هرمونات وحاجات دوشه كتير. في اي حاجه موضعيه بتتحط على الشعر، مش حقن، اي حاجه موضعيه تتحط على الشعر هي دي الافضل كنتائج. زي الكبسولات اللي حضرتك قلت عليها، امبولات، سبراي، في سبراي برضو تنشيط بصيلات، حاجات بسيطه جدا وفعالة وبتجيب نتائج مبهرة. طب دي هايلة، لأن في ستات الحقيقة شعرهم بيبقوا خفيف أو بيبقوا زي ما أنت بتقول حضرتك فيها فراغات، بس في بصيلات. طبعا البصيلة موجودة أوريدي بتعمل تنشيط، فدي تنشطها. أنت عندك البصيلة بتنتج 4 شعرات، فبيكون عدد الشعر تقريبي 150 ألف شعراية. ده طبعا احنا مش بنعدهم، بس قطر ملي في ملي وبتعرفي في المساحة. فانت النهارده لو اسأتي استخدامك لشعرك، البصيله بقت تطلع 3، بقت تطلع 2، بقت تطلع 1، فتسمعي المقوله الشهيره اللي يقول لك انا شعري كان قد كده مرتين وثلاثة. ايوه صحيح. تمام. فدي الامبولات والسبراي بيرجع لك طبيعه شعرك تاني، اللي هو تنشيط البصيله بيخلي ان الشعر يرجع تاني بشكله الطبيعي. تمام. فلذلك بنقول ما فيش حد يقعد برضو كمان، في احنا عندنا مشكله في الوطن العربي اللي هي الوصفات، الناس بتقعد توصف لبعض وصفات طبيعيه. صح. او جيب يحط ليه الافتة بيفتوا، فدي فتاوى عربيه، فبتخش في مشكله كبيره جدا، بيحصل طبعا مشكله. لكن الحاجات الطبيعيه مش مضره؟ لا مضره، ممكن ما تنفعش لكن لا 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 مضره طبعا. يعني زيوت مثلا، زيوت طبيعيه، بس زيوت مضره للشعر. في ناس في ناس بتحط مايونيز على شعرها، في ناس بتحط بيض على شعرها، في ناس بتحط جاز على شعرها، في ناس بتقول لك انا سوري ما هو الكلام ده انا مش بقوله حاجه غريبه، لا يعني الناس كلها عارفه الكلام ده. فدي كلها فتاوى عربيه، مفيش حاجه اسمها جاز ومايونيز ونخاع من عند الجزار. كل الكلام دي ليه تاثير على الشعر قوي جدا. طبعا الشعر غذاء من الداخل مش من الخارج، مفيش حاجه اسمها بتحط ايه على شعرك فالشعرية اتغذت، مفيش كلام فاضي ده تماما. في كريمات، ماسكات، كريمات معينه اللي هي الكيراتين، الارجان اويل، في بعض منتجات فعاله، مش مجرد حاجه تضيف لك لمعه على الشعر، هي عملت طبقه للشعر، قفلت مسام وعملت لك لمعه، فانت فهمتي ان المنتج ده كويس وهو ليه تاثير سلبي على شعرك. في بعض سيدات بتعمل كوارث في شعرها مثلا، وشعرها ما يتاثرش، ما فيش شعر بيقع، شعر ما بيقعش في اول يوم انت اسأتي اليه، بعد 30 يوم مثلا انت عملتي صبغه نوع رديء مثلا، بعد 25 يوم 30 يوم بتلاقي شعرك بينهار. فانت ما بتربطيش ان انت من شهر فات عملتي حاجه صبغه نوع معين، صبغه نوع معين، مش هتربطي ده بده طبعا، مش هتربطي الشامبو اللي انت بتستخدميه او السيرم اللي بتستخدميه او المنتج اللي بتستخدميه ايا كان هو ايه. فلذلك بنقول ان علاجات الشعر خاصه لازم الناس تهتم بشعرها، عشان الشعر من اهم يعني تاج المراه شعرها طبعا، أكيد. ومن اصعب الاشياء ان انت تعوضيه تاني، يعني الشعر لما بيقع صعب جدا ان انت تستعيدي شعرك
فما تجيش في يوم من الايام تهملي شعرك وتقولي بعد كده هعالج. لما تيجي تلاقي واحده مثلا سنها 35 سنه تقول لك انا لسه صغيره وشعرها خفيف، طبعا هنا بيكون مشكله كبيره. و30 سنه و25 سنه في بعض سيدات بتهمل. طبعا فكره الاكستنشن انا بالنسبه لي حاجه اضافيه جماليه مؤقته، انما في الاول وفي الاخر اسمه اكستنشن. طبعا الاهم بالنسبه لك علاج شعرك اكيد. الحاجه الثانيه النهارده احنا اتكلمنا عليها اللي هو الكراتين البروتين تريتمنت للشعر وتركيب الشعر. ممكن الساده المشاهدين لو الكاميرا تيجي بس على الجزء اللي متركب، الجزء اللي هو البني الغامق ده بيكون اضافه للشعر، بيكون شوفي حضرتك بيحول الشكل، بس طبعا احنا عاملينه بلون تاني عشان الساده المشاهدين يكونوا واخدين بالهم. لا يعني فرق فرق شاسع بيكون طبعا. مش باين تماما. بس زي ما حضرتك قلت دي ناحيه جماليه، جماليه ما هياش ناحيه ما تجيش النهارده بالزبط. في ناس تبقى شعرها خفيف وتقول لك لا انا مش عايز اعالج، انا زهقت من العلاج، هحط اكستنشن، هحط اكستنشن، هحط بيروك. طبعا الكلام ده كله مش منطقي. انت أكيد. اهم حاجه انت الاول طبعا. طب سؤال يا استاذ احمد بعد اذنك، في ناس بيطلع لها شعر ابيض كتير في شعرها من وهم صغيرين جدا، مظبوط، ملهاش علاقه بالسن، يعني ضعف في الخلايا الصبغيه، ده مالوش. ايوه تمام. بيقعدوا يصبغوا مثلا كل 15 يوم كل 20 يوم، هل نوع الصبغه هو اللي بيأذي ولا عموما الصبغه بتأذي؟ لا الصبغه مش بتأذي، بس في انواع صبغه رديئه، يعني هي الصبغه دي لذلك يقول لك ايه، اعملي صبغه فري امونيا ما فيهاش نسبه امونيا. ايوه الامونيا هي اللي بتخلي الشعر يضعف ويبقى ابيض. فانت لازم تبعدي عن اي صبغه فيها نسبه امونيا. اي حد بيصبغ شعره يجيب صبغة، سواء سيدة أو رجل، يجيب صبغة مكتوب عليها فري أمونيا، بتكون مكتوبة واضحة يعني عشان شعره ما يتأثرش أيا كان النوع بقى. بس ساعات ما بتمسكش فيها اللون في ساعات. لا لا, لا. على لما الأبيض يكون صبغة قبل كده، لا في بعض الدرجات تركيز أعلى. النهاردة مثلا ساي من أول رقم 8 في أي نوع صبغة، من أول رقم 8 ما بيمسكش على الأبيض، فأنت ما تجيبيش 8 بس، جيبي 8 تركيز أعلى 50%، 8 تركيز اعلى 50% يكون مكتوب على الرقم نفسه، فهنا يمسك على اللون ويديلك نفس الدرجه اللي حضرتك طالباها. عشان كمان واحده شعرها اسود وحطت درجه مثلا بلوند هيطلع بشكل، واحده شعرها بني حطت نفس الدرجه هيطلع بشكل تاني. مفيش حاجه اسمها انت تعملي لون لنفسك، لازم تروحي حد بروفيشنال فاهم هو بيعمل لك طبعًا. ايه طبعًا. عشان ما تاذيش في شعرك. دي حاجة. هنتكلم تاني على البروتين النهاردة، ممكن معنا موديل مي ممكن ندخلها. تفضلي يا مي، استأذنك يا علي. طيب بالنسبة للحوامل الكرياتين والبروتين والأجزاء دي ليها أي تأثير على السيدة الحامل أو لا؟ هقول لحضرتك حاجة، الكراتين والبروتين الاوريجينال ما فيهوش اي مشكله حتى الاطفال 5 سنوات. انا كنت هسالك على الاطفال. يعني حتى الاطفال 5 سنوات، طبعا هي لاي عمر، بس انا بقول ان الاطفال مش اقل من 5 سنين عشان تعمل. جيش بيبي عنده 3 سنين وتفكري تعمل. لا طبعا ما يكونش لسه لحق. ده في ناس بتتكلم تقول لك انا شعر بنتي عندها سنه وشعرها خفيف وعايز اعمل له حاجات. والله ده كتير جدا يعني. هنا احنا بنتكلم على ما عندك في ناس بتتكلم حاجات غريبه جدا، تقوليها سنه ازاي، تقولك لا ده شعره هايش ومضايقني وانا عايزه اعمل لبنتي شعرها، دي نفسيتها تعبانه، مامتها ولا حماتها بتقول لها شعر بنتك طالع لك ايوه. فحاجات عجيبه كده الناس بتتكلم فيها صح. فباجي اتكلم حضرتك النهارده مثلا على البروتين معانا، لو انا عاملين الجزء الامامي عاملين الجزء الامامي بروتين، فتلاقي الشكل الشعر من قدام غير الورا. انا بس ممكن علي يلف الكرسي شويه يبين طبيعه شعرها. هي شعرها حلو بس في كيرل في ويف. صحيح. فانت من قدام الجزء الامامي نزل الشعر خلاص يا علي، لف الكرسي عادي. ده الجزء الامامي ده اللي هو البروتين الاوريجينال. في فرق بين البروتين والكراتين الاوريجينال وبين مواد الفرد اللي بتتعمل بروتين غير البوتوكس. ما في بوتوكس وفي بروتين وفي كراتين اوريجينال. وفي بروتين وبوتوكس وكراتين مش اوريجينال طبعا.
نفس فكرة البارفانات، البارفانات كلها مش أوريجينال. أيوه أيوه. اللبس نفس الشيء، النظارات نفس الشيء. فأنت هنا هتميزي كمدام هالة فاخر مثلا بتستخدم بيرفيوم، فعارفة إن ده أوريجينال ولا ده مش أوريجينال. طبعا. إنما الكيراتين والبروتين والمنتجات دي لا يمكن، لا يمكن حد يعرفها غير حد بروفيشنال. متخصص. طبعا. النهارده عندك 90% من عالم الكوافير مثلا ما يعرفوش غير إن ده بيفرد الشعر. قولي له يعني إيه كيراتين؟ قولي له يعني إيه بروتين؟ هو إيه أصلا بيتعمل من إيه؟ هو بيتعمل ازاي؟ هو فاهم ان هو بيتعمل ازاي؟ اوريجينال مش مكوناته او بتاع ولا يعرف، او اوريجينال او مش اوريجينال، هو ملوش دعوه، ملوش دعوه. هو بيفرد الشعر وخلاص. صح. فبقول لحضرتك الفلات ايرون البابليس اللي في ايد عادي، لو هتاخدي بالك هتلاقيها دي بتطلع البروتين على الشعر، هي اوريدي فيها البروتين داخلها. أيوه. لو مش عارف، مش باين، مش واضح للكاميرا، ده الكيراتين. لا، نوع من نوع تاني. Okay. بتحط داخل الفلات ايرون، هي بتطلع اوريدي بخار على الشعر، بتقفل لك في اطراف شعر مفتوحه. في بعض سيدات تقول لك أيوة. انا شعري مفتوح. ايوه. ده لما بتيجي بتعملي بالفلات ايرون ديت بتلم الشعر، بتعمل تاني اعاده هيكله الشعرايه شكلها الطبيعي، صلابه الشعرايه، بتخلي شكل الشعر صلب جدا. مش فكره ان واحده شعرها مفرود، فكرة ان واحدة تقول لك انا عايزة الغي الهيشان والتجعيد وشعرها مفروض كده بشكل سيء، ما بيكونش حلو. لازم لما تعملي حاجة يكون شعرك اصلا سليم. يعني نركز في علاج شعرك، مش فكرة ان انت عايزة شعرك مفروض وبس. لازم علاج شعرك الاول شكل الشعر هيلثي، شعرها بتتحرك فيها روح. أيوه. مش مجرد شعرك متحنط. بالظبط. دي مش حاجة لطيفة. لذلك لما تيجي تلاقي بعض على بعض صفحات بتاعت سنتر احمد لطفي، بتلاقي ناس كتير جدا بتكتب اسئله وحاجات في كل الناس عشان التواصل، لو حد عايز يتواصل او عايز يفهم اي شيء ممكن يعمل سيرش على احمد لطفي، هيبان له كل حاجه. عشان صفحات الكلام ده، عناوين، كل حاجه باينه له. فلما باجي اقول لحضرتك علاج الشعر هو مقام اول، ما نجيش النهارده نفكر في الشكل ونسيب الشعر. هو لو تعالج الشعر هيبقى شكله هيلثي وتقيل وحلو كده، فهيبان ومفروض برضو نفس الشيء بس طبعاً. سليم بالظبط، شعرها سليم، مش متقصفه ولا مش متحنطه. الناس بتتكلم تقول لك ماده الفورمالدهايد، ماده الفورمالدهايد دي ليها شقين استخدام، شق تحنيط وشق ماده حافظه. احنا اللي بنشتغل بيه اللي هو الماده الحافظه الطبيعي زي اي حاجه ليها اكسباير. انما التحنيط اللي هو بيزيد فوق 4% بيحنط الشكل اي شيء، فبتلاقي الشعرايه عامله كده، يكون في نسبه فورمالدهيد 75%، فده كارثي بقى. ده بيعمل كوارث طبعا. فلذلك بقول لما تعملي اي منتج تعمليه في مكان من الاماكن اللي ليها اسمها، الناس تخاف على اسمها، مش مجرد ان انت تروحي حد يضحك عليك يقول لك اعملي كيراتين بكذا وخلاص، تروحي عامله حاجه وتبقي فاهمه ان انت عملتي كيراتين او بروتين او اي حاجه. ومش طب الست اللي رايحه دي تعمل اي حاجه من دي يا استاذ احمد، هتفهم ده ازاي؟ يعني انا كان عندي دكتوره بشره بتقول لك بيحقنوا اللي هو البوتوكس اللي في الوش وبتاع، اتاكدي ايه الماده اللي اتحقنتي بيها. مظبوط. هتتاكدي ازاي؟ بالظبط. غير ان انت واثقه في الدكتور ده بس، او واثقه في خايف على اسمه خبير التجميل. يعني اللي انا اعرف يعني. اعرف بعض اطباء بيعملوا عمليات مثلا، بيتفق ان هو اللي هيعمل عمليه عادي جدا، وحضرتك بتبقي عارفه ان الشخص ده اللي هيعمل لك العمليه، هو ما بيخشش معاكي انت، مجرد بتخدري حد تاني بيعمل لك العمليه دي، معروفه جدا طبعا، الاطباء عارفين الكلام ده. فدي على حسب ثقه. لا دي معروفه جدا، مش والله انا اتفاجئت فيها. لا 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 لا، دي مش تهريج، دي كتيره جدا. فبقول لحضرتك الفكره كلها حتى الغش وصل لدرجه انت بتبقي عارفه ان فلان اللي بيعمل لك عمليه وما بيبقاش هو خالص، انت بتتخدري خلاص، هو طلع حد تاني دخل. فبقول لحضرتك انت لازم تكوني واثقه في الشخص اللي انت رايحه له في اي مجال، مش بتكلم على بشره وشعر وجسم. تيجي بعض سيدات تاني تقول لك انا عندي مناطق غامقه في جسمي فهعمل ايه، بتقعد تحط مواد كيميائيه او وصفات تغمق اكتر وتعمل كوارث اكتر. فلازم كل حاجه ليها حاجتها، بشره، خلايا جلد ميت، بعض الشحوب في البشرة، سمار معين في بعض الخطوط، سمار في البشرة، في التجاعيد اللي هي الكريم اللي اتكلمنا عليه قبل كده،
بعض الكريمات اللي هي بتعمل نضارة للبشرة، في بعض كريمات تانية اللي هي بتصغر العشر سنين اللي قلنا عليها قبل كده. دي كريمات 50 ملي، دي فعليا ممكن حتى يعني دي ممكن يتعمل عليها سيرش، الحاجات دي موجودة. بديلة للبوتكس الحقن والحاجات المنتجات اللي هي بتخلي التعبير الحركي للبشرة يختلف تماما. فلذلك بقول في بعض السيدات كتير جدا او في الوطن العربي يقول لك الرجاله كتير قوي بتتجوز على زوجاتهم. في بعض التاثير من الزوجه النهارده انت بتشوفي، معلش سوري يعني، في بعض الرجال كتير جدا بيشوفوا الدنيا بتتغير حواليها وحواليه ومراته زي ما هي. هي بتقول انا هشتري، عايزه اشتري ايه في البيت، مقصره في حق نفسها، عماله تجيب للبيت حاجات، مقتنيات للبيت والعربيه والايمج والبرستيج والكلام، وتهمل في نفسها تماما. هي اللي ما بقتش لايقه على البيت يعني. حلوه العباره دي. هي اللي ما بقتش لايقه على البيت. هي ما بقتش لايقه على البيت. صحيح. بصي لنفسك الاول، بصي لنفسك الاول، ما تجيش تقولي جوزي سوري انا اسف خني جوز عليا، انسي البيت خالص، انت مقام اول تمام، ايا كانت الظروف على جميع المستويات، حتى لو اقل يعني اقل شريحه في المجتمع، اهتمي بنفسك مقام اول. وبعد كده فكري في اي شيء، فكري في الاضافات. في بعض سيدات تقعد تجيب لك المازات ذهب، سوري يعني ده زمان. ايوه ده حقيقه، ده حقيقه. اوروبا وامريكا مفيش الكلام فاضي ده خالص. لا 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 لا، انا الاول ثم اي شيء. انا الحاجات دي كلها حديد. إيه بتروح الجيم، بتروح البشره، ده حديد وازاز والماس، دي حاجات مش ده صحيح، ده حقيقة. والله انت بتتكلم صح جدا. في يعني ناس يا فندم بتلاقيها فيلات وقصور، هي ما تصدقيش ان دي، طبعا احنا بنواجهه وبنشوفه جدا، اقول دي صاحبة ده. ايوه صحيح. فهنا وتيجي تقول لك بعد كده ده جوز الجو، ما لازم يتجوز عليكي طبعا. ده طبيعي يعني. على فكره النصايح اللي انت بتقولها دي لما الستات تسمعها من راجل وخبير تجميل، اصل انا بشوف ده كل مفيده يوم. جدا على فكره يعني. بيقتنعوا بيها اكتر مع دكتور مثلا، حد يجي لها بيكون، او انت فاهم ازاي، لكن لما انت تقولها، لان انت زي ما بيقولوا كده بيورد عليك كتير. يعني هقول لحضرتك حاجه، ربنا سبحانه وتعالى خلى اربع فصول في السنه. ايوه. ما ينفعش النهارده السنه، تخيلي السنه كلها صيف بس، هتملي طبعا. السنه كلها شتاء بس، صحيح، هتملي. فلازم السيده اوريدي، حتى هي ما ينفعش تفضل ثابته على شكل واحد حتى لو هي الاجمل، يبقى شكلها متغير، لازم تتغير. اربع تغييرات في السنه، في الشخصيه، في طريقه لبسك، في شكلك، مش شكلك يتغير. ايوه يعني مثلا قسمي السنه، سند ثلاث شهور رجب شعبان رمضان مثلا، دول هم العباده الزياده جدا. أيوة أيوة. التدين الزياده قوي، التطرف في كل حاجه مش حلو يعني. الصيف بتلاقي الوانك اختلفت طبعا، الشتاء الوقار طبعًا. الربيع عارفه بتلاقي يعني في شخصيه شهيره جدا قمر، يعني العالم كله بيتكلم عليها ودول اصدقائي هي وزوجها قمر، يعني اي حد يتمنى يشوفها بس معديه قدامه. فكنا في على البيتش مره، والناس كلها طبعا هي موجوده وهي نجمه سوبر ستار يعني، فالناس كلها احنا واقفين تقريبا جردات ليها. فواحده دخلت سيئه جدا، وحشه جدا، فجوزها، جوز النجمه يعني، بيبص لها كده، فقول له انت بتبص لها ليه؟ قال لي مش كل يوم تفاح، زهقت. صحيح. يعني بجد. ايوه طبعا. فانت طبعًا لما تيجي النهارده تكلمي تقولي ان بعض سيدات بتاثر في جمالها، دي كارثه. يعني انسي عربيه، انسي اي حاجه، خليكي في نفسك، انت مقام اول، بعد كده اي حاجه تانية تاتي بعديك. استاذ احمد احنا يعني انا مش عارفه اشكرك ازاي، لان انت النصايح اللي انت قلتها النهارده للستات كتير قوي فعلا، لما تبقى طالعه من راجل يسمعوها اكتر. ليها تاثيرها، ليها تاثيرها، ويا رب يسمعوه. ما ده لا هيسمعوا يعني، يا رب يسمعوه. انا متاكده لانه كفايه الضغوط النفسيه اللي احنا فيها. في الناس كلها تقول لك انا جوزي بيحبني، ما هو طبعا بيحبك، بيحب بس بيحب نفسه بس اكتر، بس بيحبك زي اخته يعني. كتير جدا في الكلام ده طبعا. فبقول لحضرتك تاني، البشره، الشعر، تهتمي، دول اهم حاجه طبعا. الراجل مثلا بيشوف واحده بشرتها صافيه، شعرها شكله حلو، بيقول دي بشرتها زي البيبي. هي دي طبعا. بعد كده الباقي كله بقى، احنا بنتكلم على الاوزان يعني. في ناس كتير جدا بتتخن، مفيش حاجه اسمها يعني الدايت بتاعك عباره عن ايه، حاجات بسيطه كمان.
عارف حضرتك لو رحتي طلبتي اكل مثلا ونزل لك سلطات فاكلتي حاجات بسيطه والاكل اتاخر شويه ونزل خلاص انت شبعتي. اكيد هي المعده بتفتح 20 دقيقه. مجرد ما تاكلي اي حاجه بسيطه بالظبط بعد كده بتقفل. بعد كده خلاص المعده بتقفل بتاخدي الاكل التيكاوي. الاكل بتاعك ما تحطيش كميات كبيره، حطي حاجات بسيطه هتاكليها مثلا في 5 دقائق، هتقريفي 15 دقيقه، هتقريفي 15 دقيقه بعد كده معدتك خلاص. مش بالكم، بالكيف، بال يعني حاجات كل حاجه عشان الناس تقول لك وانا تخنت وبعمل دايت. دايت بتحرم نفسها بقى من الاكل فتلاقيها وقعت بالظبط، وكلها بتقع بشرتها كلها بشرتها وشعرها وكل حاجه وجسمها. طب استاذ احمد انا شاكره جدا ليك على نصايحك الغاليه اللي انا اول واحده بستفيد منها، لان انا ببقى قاعده معاك يعني في ساعتها على صفحه احمد لطفي بقى يشوف بالظبط بالظبط. اي استفسارات عايزين صفحه استاذ احمد لطفي تفتحوها وتسالوه، هو راجل امين جدا. ولا انا بكلمك جد، امين وفي ضمير في الحكايه الحمد لله. يعني الحمد لله رب العالمين، كل اللي بيترددوا عليك بيقولوا لو حاجه تنفع بيعملها، ما تنفعش ما بيعملهاش. طبعا طبعا. فده شكرا يا استاذ احمد وشكرا لميويا الجميله وشكرا لعين، ميرسي تعبناكم معانا يا جماعه ميرسي. ودلوقتي بقى هنروح على الفقره المفاجاه اللي انا قلت لكم عليها بس مش عايزه احرقها، هي مفاجاه بصراحه، مفاجاه ليا انا اولا يعني.